الرحيم والصلاة والسلام على المرسلين صلى الله على محمد عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. قسم الرياضيات، يتمنى لكم قضاء وقت ممتع مع دروس الوحدة الثالثة للمستوى 11 تأسيسي للفصل الدراسي الأول. حديثنا في هذه الوحدة عن المثلثات القائمة وحساب المثلثات. بداية سوف نتحدث الآن بإذن الله عن النسب المثلثية. لابد من التذكر جيدا ما هو مفهومك للنسب المثلثية السابق دراستها في الصفوف السابقة أو في الأعوام السابقة. بداية لابد من معرفتك للنسب المثلثية لأي زاوية سيتا. ما هو مفهومك للصين؟ يعرف الصين على أنه. وما هو مفهومك للقوزين؟ يعرف القوزين على أنه. وما هو مفهومك للتان؟ يعرف التان على أنه. نتذكر جيدا هذه المعلومات التي قمت بدراستها داخل الصفوف. لدينا الآن مثلث قائم الزاوية، الضلع المقابل للزاوية القائمة كنا نسميه وتر. الزاوية سيتا التي نتحدث عنها الآن نقوم منها بإخراج سهم لنحصل على ما يسمى مقابل. بالتأكيد الضلع الثالث في المثلث سوف نحصل منه على مجاور. بداية نتذكر كما تحدثت سابقا ما هو مفهوم الصين. يعرف الصين على أنه مقابل على وتر، بينما يعرف القوزين على أنه مجاور على وتر، ويعرف التان على أنه مقابل على مجاور. فلنبدأ في إعطاء مثال مباشر على ما قمنا بذكره الآن. نتذكر جيدا الصين ما هي إلا مقابل على وتر، والقوزين ما هي إلا مجاور على وتر، والتان ما هي إلا مقابل على مجاور. دعونا الآن ننطلق إلى أول مثال نتحدث عنه. أنا الآن أعطيتك مثلث قائم الزاوية KLG. قائم الزاوية في L لدينا الأضلاع KL equal 5 LG equal 12 KG equal 13. مطلوب منك إيجاد النسب المثلثية للزاوية G، الصين والقوزين والتان. بداية حديثنا الآن عن الزاوية G، لابد من تحديد الوتر والمقابل والمجاور في ذلك المثلث. الوتر أمامك هو الضلع المقابل للزاوية L اللي هي الزاوية القائمة اللي هو equal 13، بينما الضلع المقابل للزاوية يسمى مقابل هو الفايف، والتولف بالتأكيد هتكون هي المجاور، ده بالنسبة للزاوية جي. لاحظ أن الجي تختلف عن الكي في المقابل والمجاور، الجي مقابلها فايف ومجاورها تولف، والوتر ثابت في كل الحالات. نبدأ الآن بالحديث، أنا طالب منك صين جي، الصين هي عبارة عن مقابل على وتر، المقابل فايف والوتر 13. مطلوب منك في هذا التدريب إيجاد النسبة في صورة كسر اعتيادي وكسر عشري إلى أقرب جزء من 100. 5 over 13 هذه مقابل على وتر، احسبوها بالكالكوليتر هتطلع 0.3846 إلى أقرب جزء من 100، بناخد رقمين قبل الديسمال مع التقريب هتطلع 0.38. بينما يعرف الكوزين دي على أنه مجاور على وتر، المجاور 12 والوتر 13، احسبوها بالآلة الحاسبة 0.9230 بالتقريب 0.92. بينما يعرف التان جي على انه مقابل على مجاور، المقابل ب 5 والمجاور ب 12 يبقى 5 over 12، احسبها بالكالكوليتر طلع 0.4166 تقريبا 0.42 مع التقريب. نتعرض الى تدريب اخر، انا طالب منك في نفس التدريب هذا بس ايجاد النسب المثلثيه للزاويه كي كما سياتي في الشريحه التاليه ان شاء الله. نفس التدريب نفس المثلث اللي اشتغلت عليه، بس انا طالب منك النسب المثلثيه للزاويه كي اللي من فوق. الكي الوتر ثابت لدينا 13، المقابل للكي هو 12 والمجاور للكي هو 5. يطلب منك الآن صين كي، الصين مقابل على وتر، المقابل للكي هو 12 والوتر 13 يبقى 12 over 13، احسبوها عندكم بالكالكوليتر طلع 0.92 كما حسبناها سابقا. بينما نبدأ في حساب القوزين كي، القوزين هو عبارة عن مجاور على وتر، الكي المجاور لها 5 والوتر 13 يبقى 5 over 13، احسبوها طالعة 0.3846 طالعة بتقريبا 0.38. بينما عرف التان كي على أنه مقابل على مجاور، المقابل للكي 12 والمجاور 5 يبقى 12 over 5 بالتقريب طالعة 2.4. نبدأ الآن في إعطاء مثال آخر.
نتذكر جيدا أوجد النسب المثلثية الآتية في صورة كسر اعتيادي. لدينا مثلث قائم الزاوية ABC قائم الزاوية في B. ما المطلوب منك؟ إيجاد النسب المثلثية الآتية. أنا طالب منك الآن sin A وtan A وكوزين A. المطلوب منك إيجاد هذه النسب الثلاث sin وكوزين وtan بالنسبة للزاوية A. لاحظوا أن أنا قمت بتعديل في الترتيب، لأن إحنا مطلوب منكم الآن أن تكونوا متمكنين في معرفة ما هو مفهوم النسبة المثلثية السين والكوزين والتان. كل شغلنا الآن مع الزاوية A، الزاوية اللي قدامك هذه. الوتر ثابت في المثلث 20، الضلع المقابل للزاوية A يسمى مقابل هو 16، المجاور للزاوية A equal 12. إذن للزاوية A لدينا وتر 20 ولدينا مقابل 16 ولدينا مجاور 12. نبدأ الآن ساين A. ما مفهوم الساين؟ مقابل على وتر. المقابل عندنا في هذه الحالة هو 16 والوتر هو 20، يبقى طلعت 16 over 20 مع استعمال التبسيط أو simplify هيعطيني 4 over 5. تان A، مفهومك للتان هو مقابل على مجاور. المقابل ب 16 والمجاور ب 12، يبقى 16 over 12 مع التبسيط طالع 4 over 3. كوزين A، تعرف الكوزين عليها مجاور على وتر، المجاور 12 والوتر 20، يبقى 12 over 20 مع التبسيط طالع 3 over 5. تدريب الاعتماد الرئيسي فيه على ما هو مفهومك للنسبة المثلثية. نتحدث الآن عن المثال الثاني. كيف يمكننا إيجاد زاوية من أو في مثلث قائم الزاوية باستعمال السين والكوزين والتان إلى أقرب جزء من 10 كما مطلوب في التدريب؟ هذا مثلث قائم الزاوية أمامك الآن ABC، مثلث قائم الزاوية في C. عندنا الضلع BC equal 6 والضلع CE equal 20. المطلوب منك في هذا التدريب هو إيجاد الزاوية A. الزاوية A لابد من معرفة الضلعين الموجودين أمامك أو استخدام نظرية فيثاغورس واستخدام أي نسبة أخرى، لكن نعتمد على الرقمين الموجودين أمامنا الآن. الزاوية A، السكس اللي قدامها هذه اسمها مقابل، بينما التوينتي اللي لازقة فيها هذه اسمها مجاور. ما هي النسبة التي تحتوي على مقابل ومجاور؟ نعم، إنها التان. كما تعلمنا في الصفوف أن إيجاد الزوايا لابد من الضغط على شيفت ساين أو شيفت كوزين أو شيفت تان لنحصل على ساين باور نيجاتيف 1 أو كوزين باور نيجاتيف 1 أو تان باور نيجاتيف 1. لإيجاد الزوايا لابد من الضغط على شيفت الأنجل. نبدأ الآن. زاوية إيه اللي احنا محتاجينها؟ السكس مقابل والتوينتي هذه مجاور، فهندعس على مقابل مجاور عبارة عن إيش؟ تان. لابد من الضغط على شيفت تان المقابل على المجاور 6 over 20. نحسب الحسبة هذه عن طريق الآلة الحاسبة مع مراعاة وضعها على الدجري، هتطلع 16.699 بالتقريب لأقرب جزء من 10 طلع 16.7. طبعا انتوا عارفين التقريب كويس. مثال آخر. هذا مثلث قائم الزاوية ABC قائم الزاوية في C. المطلوب منا إيجاد الزاوية A. لاحظ الأرقام التي أمامك. ال 15 تسمى وتر المقابلة للزاوية القائمة، ال 3 هي المجاور للزاوية A. إذا لدينا مجاور ولدينا وتر، يا ترى ماذا ستستخدمون؟ المجاور والوتر. نعم، إنها الكوزين. فلابد من الضغط على شيفت كوزين مجاور على وتر 3 over 15. نحسب الحسبة هذه عن طريق الآلة الحاسبة، سنحصل على 78.463 مع التقريب طالعة 78.5. مثال أكثر من رائع، واعتمدنا فيه على إيجاد الزوايا عن طريق شيفت ساين أو شيفت كوزين أو شيفت تان، ولاحظ الرقمين الجيدا داخل المثلث القائم الموجود أمامك. نأخذ مثال آخر على الكلام هذا. استعمل الآلة الحاسبة لإيجاد قياس زاوية زد لأقرب جزء من 10 في الشكل أدناه. لدينا الآن
اكس واي زد مثلث قائم الزاويه في واي، لدينا اكس واي ايكوال 5، اكس زد ايكوال 9. المطلوب قياس الزاويه زد، لابد من معرفه ماذا يمثلان الفايف والناين بالنسبه لزد. الناين هو الوتر، هو المقابل للزاويه القائمه. الزد اللي احنا محتاجينها ادي سهم بيطلع منها، يبقى انا حصلت على هذا اسمه مقابل اللي هو الفايف. الفايف هو مقابل للزد، بينما الناين هو الوتر. لدينا الان الزاويه زد التي المطلوب البحث عن قيمتها، لديها مقابل ووتر فايف وناين. ما هي النسبه التي سوف نقوم باستعمالها؟ هل يا ترى ساين، شفت ساين، ولا شفت كوزين، ولا شفت تان؟ حسب معرفتك للنسب اللي انت حافظها من قبل. انا عارف ان المقابل والوتر يمثلان ساين، اذا لابد من الضغط على شيفت ساين. بداية الميجر اوف انجل زد ايكوال شيفت ساين 5 اوفر 9. يحسب الحسبة هذه عن طريق الآلة الحاسبة، طلع 33.748. لأقرب جزء من 10 طلع 33.8 أو 33.748 بالتقريب، طبعا 33.7. الفور لن تقرب ال7 أو لن تقوم بزيادة ال7، طلع 33.7. نبدأ بمثال آخر. أنا طالب منك الآن الزد اللي من فوق هذه، ال10 وال14 مدى مثلان للزد. ال10 عبارة عن مجاور وال14 عبارة عن وتر، ما هي النسبة التي سوف نقوم باستعمالها؟ نعم، مجاور ووتر، سوف نقوم باستعمال شيفت كوزين. هذه إجابة صحيحة، شيفت كوزين. شيفت كوزين 10 over 14 تحسب عن طريق الآلة الحاسبة على وضعها للدجري، طلع 44.415 بالتقريب لأقرب جزء من 10، طلع 44.4. لنأخذ مثال آخر. دعونا نأخذ المثال الثاني. استعمل الآلة الحاسبة لإيجاد طول الضلع X إلى أقرب جزء من 10 في الشكل الأدنى. الآن لدينا مثلث قائم الزاوية في C، ACB قائم الزاوية في C، الضلع BC هو إيكوال X هو المطلوب إيجاده، لدينا زاوية F 45 ديجري، لدينا الهيبوتينس اللي هو الوتر 17 روت 2. المطلوب منك إيجاد الإكس. أبدأ في سؤال نفسي، ماذا يمثل الإكس في داخل هذا المثلث؟ في 17 روت 2 هو عبارة عن الوتر في المثلث، هو المقابل للزاوية C، بينما الزاوية 45 المقابل لها اللي هو الإكس. إذا الإكس يسمى مقابل، بالتأكيد الإي سي هتكون في الآخر مجاور، لكني غير محتاجه الآن. أنا الآن طالب منك 45 ومعايا الإكس ومعايا 17 روت 2، يعني شغلك كله على المقابل والوتر، هنستخدم إيش؟ بالتأكيد سوف نستخدم الساين، هذا شيء لوجيك، شيء عقلي أو شيء بديهي. سوف نستخدم سوف نقوم باستخدام ساين. ساين 45 equal x of أو over 17 root 2، x over 17 root 2. ساين 45 يساوي مقابل على وتر x over 17 root 2. مطلوب مني إيجاد الإكس اللي من فوق، هنسوي كروس برودكت. كروس برودكت سوف نحصل على إكس إيكوال ساين 45 تايم 17 روت 2. احسب هذه الحسبة عن طريق الآلة الحاسبة، سوف نحصل على 17. إجابة مباشرة تماما، واستعملنا فيها النسبة المثلثية ساين لأن هي المطلوبة داخل هذا المثلث. نبدأ نعطي مثال آخر. استعمل الآلة الحاسبة لإيجاد طول الضلع A و B إلى أقرب جزء من 10 في الشكل الأدنى. لدينا مثلث قائم الآن، ACB قائم الزاوية في C، زاوية B 45، الوتر اللي هو AB equal 5. نبدأ، الوتر هو الـ AB اللي هو الـ 5، المطلوب من الضلعين. نبدأ شوي شوي، زاوية B المقابل لها زاوية B اللي هي 45 المقابل لها الضلع B، بينما المجاور لها هو الـ A. يعني أنا عندي الوتر الحين اللي هو الـ 5، بينما المقابل للزاوية 45 هو المقابل اللي هو الـ B هذا
الضلع اي سي اللي هو البي هو مقابل، بالتاكيد الضلع سي بي اللي هو الايه هيسمى بالتاكيد مجاور. نبدا الان في ايجاد كل من الاضلاع اي وبي. لايجاد الضلع بي سوف نستخدم مقابل ووتر، سنستخدم الساين. لايجاد الضلع اي اللي هو سي بي سوف نستخدم كوزين لانها مجاورة على وتر. نبدا الان في ايجادهما. بداية سوف نستعمل ساين 45 يساوي مقابل على وتر بي على 5. كروس برودكت او عملية ضرب عن طريق المقص، يبقى البي ايكوال ساين 45 تايمز 5، تحسب بالآلة الحاسبة طالعة 3.5. نبدأ نكمل نفس الكلام لإيجاد كوزين 45 عبارة عن مجاور على وتر، يعني A over 5. كروس برودكت سوف نحصل على إن الـ A equal كوزين 45 تايمز 5، سوف نقوم بضرب هاتين الكميتان عن طريق الكروس برودكت، يبقى نحسب هذه الحسبة طالعة الـ A أو الضلع A 3.5. تدريب جيد، استخدمنا فيه الساين والكوزين للزاوية 45. نتابع نفس الكلام يا شباب. هذا تدريب على حل المثلث القائم. ما الذي تتذكرونه عن حل المثلث القائم؟ حل المثلث بالتأكيد هو عبارة عن إيجاد كل الأشياء داخل المثلث، الأضلاع والزوايا. لدينا الآن مثلث قائم الزاوية KLG، زاوية K 40 ديجري، والوتر اللي هو الهايبوتينس KG equal 12. كلمة حل المثلث معناها إيش؟ معناها إيجاد الأضلاع والزوايا داخل المثلث كلها. نبدأ الآن، زاوية L 90 ديجري، زاوية K 40 ديجري، هل نستطيع إيجاد الزاوية G؟ نعم، مجموع زوايا المثلث equal 180، 180 درجة، 180 مجموع زوايا المثلث 180. لدينا زاوية 90 ديجري ولدينا زاوية 40 ديجري، هل يمكننا إيجاد الزاوية جي؟ نعم يمكننا إيجاد الزاوية جي. طيب مطلوب مني شيء ثاني، الضلع كي ال والضلع ال جي. نضع كي ال مثلا إيكوال ال للتبسيط، ونضع ال جي إيكوال بي للتبسيط. كلمة حل المثلث معناها إيجاد كل شيء. نبدأ الآن في الحل. أنا الآن لابد من معرفة كل الخطوات الموجودة عندي في الرسم. بداية أبدأ في إيجاد زاوية J، تجمع الزاوية 90 ديجري مع 40 ديجري وتطرحها من 180 لنحصل على 50 ديجري. إذا زاوية J طالعة 50 ديجري. الزاوية 40 الذي أمامك اللي هي K عبارة عن إيش؟ عبارة عن مقابل على وتر. إذا أستطيع استخدام ساين 40 لنحصل على بي أوفر 12. نسوي كروس برودكت في المنطقة هذه لنحصل على إن البي إيكوال 12 أو ساين 40 تايمز 12. ولنقوم بهذه الحسبة معا بالآلة الحاسبة لنحصل على إن البي إيكوال 7.7 اللي هو البي اللي هو الضلع كي جي. نقوم أيضا باستخدام كوزين 40، ممكن استخدمها برضو على فكرة، ممكن استخدم ال 40 وممكن استخدم ال 50 اللي انا جبتها اللي هي حق الجي، على هواك ما عندك اي مشاكل خالص، كلاهما سوف يعطينا نفس الحل. سنقوم الان بايجاد كوزين 40. الكوزين عبارة عن مجاور على وتر، عبارة عن A over 12. هنعمل الان، هنقوم باعطاء كروس برودكت لهذا الجزء لنحصل على ان ال A equal كوزين 40 تايمز 12 تايمز 12. هنعطي، سوف نقوم بهذه الحسبة عن طريق الحسبة لنحصل على 9.2. لاحظوا جيدا، حل المثلث معناه إيجاد جميع الأشياء الخاصة في المثلث، الأضلاع والزوايا. نتابع معا مثال آخر. هل يمكنك في هذا المثال إيجاد الضلعان A و B في الرسم الموجود أمامك؟ نعم تستطيع ذلك بإذن الله. لدينا الآن مثلث قائم الزاوية أمامك، مطلوب منك إيجاد الضلع A والضلع B.
هل تستطيعون الحل؟ نعم، فكر جيدا في التدريب وقم بحله، راجع الجزء السابق جيدا، سوف تصل إلى الحل بإذن الله.